لم تكن ثورة 26 من سبتمبر المجيدة مجرد ثورة عابرة في تاريخ اليمن، بل كانت قدرا ومصيرا صنعته تضحيات الشهداء ونضالات البسلاء، وهي اليوم عيد يحتفي بمبادئه الشعب ويوقد شعلتها في أرجاء الوطن. هنا اليمانون وهذا يومهم المكنون، سبتمبر الثورة والجمهورية، أيلول العطاء وشعلة السماء ودماء الشهداء، عيد مجيد صنع الفادور ضحاه بدمائهم الزكية وتضحياتهم الجليلة. ماذا جرى؟ هل عاد أيلول جديدا أم ولد الآن من لحظة الرشد والاكتمال؟ وهل توارى ضوءه في سنوات سلفت عن الوعي والذاكرة ليعود سبتمبر اليوم أكمل وأجمل وأجل بكل هذا البهاء، حيث الشعب يهتف: أرضنا نحن أضأنا وجهها وكسونا أفقها صبحا مبينا. في لحظة وعي واحتفاء بأهداف ثورة سبتمبر، أضاءت شعلة الجمهورية سماء اليمن في مأرب وتعز وجبال صعدة والضالع وإب والجوف وقلب العاصمة صنعاء ومنزل الشيخ الأحمر. وامتد الاحتفاء بالثورة ليشمل الجاليات اليمنية في دول شتى كالهند وماليزيا والسعودية والسودان، وثمة من الجاليات من يعد العدة ليحتفل. أراد أعداء الحرية والوطن والثورة والإنسان أن يطفئوا نور سبتمبر، فقطعوا شبكة الإنترنت كي لا يشاهد العالم ضحى سبتمبر وشعلة الفداء. أطلقوا الصواريخ على رؤوس البسلاء، فإذا بسبتمبر يضيء من كل قلب ويزهو على كل بيت، وإذا الأرض كل الأرض تردد: أيها الشر المغير بأقزام الفلول، هذا صباح سبتمبر الكرامة وساء صباح الكهنوت.